يا اخي صدقني صدقني انا قلت احسن انت يا اخي. انا بيتي ده لو عرضته على السماسره اللي حوالينا هيجيبوا لي زباين بالصف. لا يا قلت انت احسن اي جار وقريب وكذا وحستفيد. ايوه هاي طيب مع السلامه. خلاص انا منتظرك. كده البيت حيتباع. منصور 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 حللك في مجابة كبيرة. كسب صحتني. قوم 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 منصور أصلا منصور منصور بتاع قلبك منصور قال لك كيمو جابة كبيرة جابة كبيرة كيمو كيمو جابة جابة كبيرة كده معلوم داري عارف كده شنو داري شنو يا داري بيع البيت داري بيع شنو البيت. لا حول ولا قوة إلا بالله. ده ما كنا عاملين عليه احتياط ولا كنا عاملين حسابه. عشان كده أنا جيت أشاورك نسوي شنو في المصيبة دي. لا يا أخي لو باع البيت ده معناتها هنشرد في الشوارع نمشي وين؟ لا يا أخي تفضل أبني كلام أي البيت بيته نمشي نشوف لنا اي بيت وناجره. تأجر شنو يا اخي؟ يا اخي كنت قد داير لك اوضه يقول لك ادفع حق مقدم شهرين ثلاثة شهور وانت وقت عندك حق ايجار ما كانت تدي له. ما أيوه. ما تتكلم ساكت يا اخي. اي والله يا سكان بندفع الايجار انا وانت وبل العميله لنا كلها سفر ده والله العظيم ما كان فكر في فكره زي دي يا اخي. اسمعك ماشي شوف ان احنا لازم نطرشق البيعه دي. كيف يعني نسوي شنو؟ ايوه نطلب اشاعه بانه البيت ده مسكون. شباب انا في الحقيقه دايركم في موضوع ايوه وموضوع مهم وحساس للغايه جدا. انا دقيقه ايوه مرحب لحظه جاي تفضل تفضل هاي اسمعي هاي تفضل كويس تعرف ينفع عيشنا ويقطع راسنا. قلت لي نسوي شنو نعمل شنو؟ قلت لك لازم نطلب اشاعه اشاعه انه البيت ده مسكون. اي زول جاي يشتري البيت ده ولا مسكون؟ مسكون كيف يعني؟ شنو مسكون كيف؟ يا اخي مسكون كيف شنو؟ نقول للناس يا اخي نفترض يعني جدلا يعني ما مسكون ما نحن قاعدين فيه يا اخي دي تمثيليه بنقولها وبعدك نفبرك الحاجه دي. اي زول بيشتري مسكون كيف يعني؟ ما نحن هسه ساكنين يا اخي ما تبقى غبي يا اخي. نقول البيت ده مسكون قلنا لكم نقول له الباب يتفتح برا بيجي مرات حمير ماشى في غنم فجاه في نمل النمل ده فجاه من القلم الريش بعشيه ملقى قبور يعني المهم نرجكو يعني فيه جين؟ فيه جين هاي يا زول. يا اخي قلنا افترض يا عليك الله ما تخلينا نخدم بناي قلنا افترضنا افترضتوا؟ هاي يا اخي ونقنع الناس كده بس والله اقول لك كلام هاي السماسره ده اللي بيعوا البيت ده بجنبه والجين بجنبه. يا اخي مالنا ومال السماسره؟ السماسره ما عندنا بيو شغله. نتكلم عن الزول اللي بيجي يشتري البيت ده. اي زول بيجي يشتري البيت ده نقول له يا زول هي البيت ده مسكون وفيه جن فت بيفتح. ايوه انا فاعل خير. هاي البيت اللي انت تشتريه ده هاي يا اخي بتاع عمك كيمو المدرب ده البيت ده مسكون. هاي جن عديل رسمي شفت الجن بتاع شدر اللالوب ده بس ياهو ده يا زول. انا بقول لك كده على مصلحتك انت. هاي جن كمان مبالغ فيه فجأة كده تلقى لك طشط ماشي الطشط ده فيه صابون. هاي صابون بودرة فجأة بيبقى صابون لوح. يا اخي طقيع قلت لك يا اخي اليوم كله نحن في الطقيع ده. اسمعني اسمع كلامي انا ده اسمع كلامي انا يا اخي قلت لك يوم حصان حصان انا خاتي سريري والحصان ده ماشي كذبت 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 تلبت كذبت 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 تلبت الليل كله الليل كله ما قادر نغمي ما قادر نغمي. الحجار دي هنا ده هنا ده اتصل لي هنا ده الحجر ده وقع عليه. لا انت ما فاهم انت ما فاهم الحاصل شنو. قلت لك شفتها مش احنا قاعدين في البيت بعد شويه بيجي ناس ماشيين كده فجاه تلقى عندهم ذنوب بعد شويه في قرون. اي يا اخي انت يا اخي الجن ذات تعرف في اثنين منهم عنده شعر جاي شنب ده جاي بسرحوا فيه انت ما شايف. لو جيت بتعرف حاجه انت لو جيت بتعرف حاجه. الحصان ده كربت 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 تلبت كربت 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 تلبت كربت 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 تلبت. لا 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 انا حضرت لهم شكله جنين الشاكل واحد فيهم قطع راس الثاني ضغله بس لا في دم هو عندهم دم هاي لكن لو جيت بيبقى لك بامبي. اها سمعتها؟ سمعت برايك وتاكدتها؟ خلاص تعال انا منتظرك يلا.
بيجي والله يا اخي عليك الله اسمع كلام يا اخي. قلت لك يا فكيك. هاي تمام كده تمام. هاي يا زول اسمع الخطوه دي انتهينا منها. هاي نمشي الخطوه الثانيه. نمشي طوال يا زول ما انتلتي. هاي راح اسمع اسمع براك اسمع اسمع مي على بالي سرنبو حنو سرنبو لا حول ولا قوة إلا بالله. يا أخي تعرف الجن ده بتاع التعاسم؟ لا حول يا أخي. دربك 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 والله يا رجل تدي عارف أنك تتعاسم؟ كيف؟ كده خلاص الإشاعة خلاص. يا سلام يا أخي. آه شباب يا لطيف اسمك. أيوة كيف؟ يا كابتن قبل ما قلت دايرنا في موضوع لا انتوا ما خلاص عملتوه انتهيتوا منه. كيف يعني؟ انجزتوه تماما. اصله في فكي قال داري اشتري ليه بيت مسكون عشان ما يتعب في الخدام وكده. فانتوا مصلتوا له الجن وريحتوني. كيف يعني؟ فانتوا عملتوا الشغل يعني. واقتنع يعني؟ ما يقتنع كيف يا اخي؟ انا ذاتي شكيت فيكم.